طلاب الصف الثالث الاعدادي النهارده هنشتغل صفحه 19 2021، وده كده هنبقى خلصنا ماستر يور تيرم. ايمن wants to know، ايمن عايز يعرف وير اشرف از جوينج تو، اشرف رايح فين، فضول مش اكتر يعني. فبيقول له وير ار يو جوينج اشرف، انت رايح فين يا اشرف؟ فقال له نقط ميت اور فريند حلمي. يبقى بص يا جماعه، اليو دي بتتحول لاي، اي ام going to، I am going to، انا رايح عشان اقابل صاحبنا حلمي. هيقول له خدني معاك، ولا هيقول له ليه؟ ليه؟ لان هو بيقول هنا because، because يعني ليه، لان. يبقى why are you going to حلمي، انت رايح لحلمي ليه، او to him وخلاص. عشان نروح الميوزك ليسن اللي هو درس الميوزك. فانتاستيك. فهنا سأل سؤال فقال له yes I play، I play the piano. يبقى طبعا هنا play يبقى do، you play، مش هقول بيانو لان هو قال لك بيانو، هتقول an music instrument او an instrument. هل انت بتلعب اي آلة؟ فهيقول له انا بلعب موسيقى، بلعب بيانو. have you ever played an instrument؟ بيقول له هل انت لعبت حاجة؟ هنا سؤال I play the guitar، يبقى yes I do أو yes I have، yes I have played the guitar، I play the guitar. would you like to come with us؟ هتحب تيجي معانا يا حبيبي؟ هيقول له ايه؟ طبعا هنا هيقول له نقط great let's go، يبقى هو وافق. يبقى it's my pleasure أو yes of course، خليها yes of course عشان الناس الحلوة، yes of course. has و have و chess و won و since و lost. have يعني have و has دول حبايب، بمعنى يمتلك او يتناول او اي حاجه. chess دي لعبه الشطرنج، won يعني فاز الماضي بتاع win، since دي اللي هي اسم الله عليها بمعنى منذ، بيجي بعدها زمن ماضي بسيط او مده غير محدده، و lost يعني فاقد. I like playing، انا بحب العب ايه، هو في هنا يتلعب غير chess؟ يبقى chess. I like playing chess، انا بحب العب chess، chess يعني شطرنج. I started playing it، انا بدات العبها 3 years ago، بدات العبها من 3 سنين فاتوا. في هنا كلام، هنا بيقولوا اي انا يعني، عايز فعل ليه يا باشا؟ ما هو لازم اي نيفر بلايد، يبقى عايز فعل في المضارع التام، واي بتاخد هاف، يبقى اي هاف، اي هاف نيفر بلايد ات اونلاين، عمري ما لعبت التشيس اونلاين. انما انت لعبتها فين؟ بط. لكن I'll play it one day، لكن في يوم انا هلعبها اونلاين، ورا حاجه. I have not a prize، انا كسبت جايزه. ما هعمل ايه بالجايزه يعني؟ هاكلها مثل هكسبها. one، احنا كده كل كلامنا في المضارع التام، انا كسبت جايزه. I won a prize. recently، حاليا يعني في الوقت الحالي، I haven't not any chess games for 5 months. I haven't ايه؟ I haven't won أو I haven't lost. طبعا احنا خدنا one، I have one prize، يبقى I haven't lost يعني عمري ما خسرت ولا ماتش شطرنج من 5 شهور فاتوا. دي نمبر 4، I haven't lost، انا عمري ما خسرت ولا ماتش من 5 شهور فاتوا. قطعة عن القراءة، reading is a useful and important habit، يعني القراءة حاجة مفيدة ومهمة جدا in our modern life، في حياتنا الحديثة. It gives us، بتدينا the chance to think and dream، يعني تدينا الفرصة ان احنا نفكر ونحلم. It provides us، وبتمدنا with a lot of information، بتمدنا بكثير من المعلومات. That helps to make، المعلومات دي اللي هي بتساعد our life better، اللي بتخلي حياتنا افضل. When you read، اما اسم الله عليك يا حبيبي تقرأ، you need to be in a quiet place، لازم تبقى قاعد في مكان هادي. It's better to wear your reading glasses، وتبقى لابس الريدنج جلاسز اللي هي نظارات القرايه. if it's necessary، ولو مهم قوي، to remember، عشان تتذكر، what you read، ماذا قرات. it's عشان تتذكر ايه اللي انت قريته، بيبقى it's good idea، ان فكره كويسه to have a pen، يبقى معاك قلم in your hand، ماسك قلم في ايدك وشغال. to underline or circle the important point، يعني تحط خط او تعمل دايره على المعلومه المهمه، الـ important points،
المعلومة أو الحاجة المهمة. try to discuss، وممكن تحاول إن أنت discuss تتناقش what you read في اللي أنت قريته with your friends. people read for different goals، يعني الناس بتقرأ لأهداف مختلفة. some people، بعض الناس read for enjoyment، بعض الناس بتقرأ للمتعة just to feel happy عشان تحس بالسعادة and spend a nice time أو تقضي وقت لطيف. others، في ناس تانية read for work، بتقرأ من أجل العمل. وكمان في الطلبة students read for their study or research، يعني بيقروا من للقراءة للمذاكرة وللعلم للريسيرش البحث. طبعا ما شاء الله عندنا الطلبة بشوات. all of us، كل منا read the news، كلنا بنقرأ الأخبار. and the weather، والطقس report اللي هو تقرير الطقس. we also read the message، the الرسائل. and the emails that we receive، ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا أؤكد لك إن كل الطلبة بيقروها اللي هو المسجات والإيميلات. و reading gives us that chance to طبعا draw and imagine، لا طبعا ملي think and dream، القراءة بتدينا فرصة إن إحنا نفكر ونحلم. the underline word others refers to people، ما بيقولك الناس التانية اللي هما بيقروا للعلم وللتمتع وللورك والكلام ده كله. read for work. the underline word enjoyment، enjoyment يعني المتعة أو الاستمتاع. means طبعا pleasure متعة، لكن مش discussion مناقشة، مش sadness اسم الله حزن بعد الشر، ولا mistress، mistress اللي هي الغموض، ناقص غموض. what is the main idea، ايه هي الفكرة الرئيسية of the passage. reading القراءة is an important and enjoyable habit، يعني القراءة عادة، انا مريتش اسميها هواية لان هي اقوى من كلمة هواية، هي عادة، المفروض احنا متعودين طول الوقت ان احنا نقرأ، هي important ومهمة و enjoyable ممتعة. how can you remember، ازاي انت تتذكر what you read. underline يعني هتحط خط or circle او هتعمل دايرة on the important او the main point، على الفكرة او الافكار الرئيسية. summarize the passage in a few sentences، هنلخص القطعة في جمل قليلة. اول حاجة reading القراءة is enjoyable، ان القراءة ممتعة. we read، نحن نقرأ for different، احنا بنقرأ الاسباب او لأهداف مختلفة different goals. we read every day، كل يوم اي قراية بقى لسه قايلة لكم. we read for work، لا بنقرا العمل. research للبحث. and for enjoyable او for enjoyment، enjoyment. who works with math is called mathematica. and is a new very fast form of transport، جديد وسريع جدا الهايبر لوب اللي هو القطار السريع. quick has quick، كلمة quick اللي هو معنى سريع، نفس معنى كلمة the same meaning، same meaning يعني نفس المعنى as fast، نفس معنى كلمة fast. the suffix changes the verb، suffix اللي هو احنا قلنا 100 مرة قبل كده لاحق، والله ما وريش حاجة غير لاحق لاحق لاحق. changes the verb create into an adjective، الفعل اللي اسمه create اللي هو يبدع خلته adjective اللي هو مبدع اللي هو عيل معدي creative، خد بالك اللي هو العيل اللي هو بيبقى creative في نفسه كده.
is antonym of ignore. ignore يعني يتجاهل، عكسها كلمة طبعا يجاوب ويهتم ويدي اهتمام كده ويظبط، اللي هو request او respond. لا طبعا respond يعني ايه؟ respond يعني يرد، غير انه يتجاهل. طبعا antonym يعني عكس، request يطلب او يستفسر، rewrite يعيد كتابة، وريديال اللي هو ريديال اللي هو مادة الريديال. تمام، يبقى طبعا respond. they refused هم رفضوا to not me in their team to include يعني يتضمن، يعني هم رفضوا ان هم يحطوني اسم الله في الفريق بتاعهم، عادي اروح فريق تاني. لكن بلان يخطط، اوفر يطلب، وشير اللي هو يتشارك. احمد هاز دي يا جماعه الخير عايزه فعل في الباست بارتيسيبل تنس او التصريف الاخير اللي هو وان، بس اوريدي وان. يعني كل الحكايه ان انت هتجيب اوريدي الاول، لان اوريدي بتبقى محشوره كده ما بين الفيرب، و يعني مثلا هاز مش اي حاجه، هاز زائد اوريدي وبعدين يحط لك البي. ليه يا عم؟ يقول هو كده، يا بتحب تبقى لها شخصيتها في البتاع. she hasn't نقط had التصريف الثالث. hasn't had ده ماضي، سوري ده مضارع تام، اللي هو برضه على فكره ما غلطتش لما قلت ماضي، لان هو ماضي بس عامل نفسه مضارع. what does she ماذا هي فعلت يعني، او يجب ان تفعل. must to do لا should سوري على فكرة تنفع شد، بس لو مفيش تو. هو حاطط لي هنا ايه زمارة كده اسمها تو، كل ما اقول شد تو، طب ماست لا تو، ما فيش حاجة اسمها ماست تو ولا شد تو، الزمارة دي تو دي مفيش تو. طب نعمل ايه؟ هاف تو، هاف تو مش هاز تو يا مس. يا ابني هاز تو ايه بس يا ابني؟ ده فعل يا ابني، ده سؤال يا حبيبي، بترجع الفعل الاصل في ايه يا حبيبي؟ وات داز ماست، وات داز هاف، وات داز شي هاف تو دو. ما ينفعش طالما الاخت نضز دي عامله شبه المصفى، بترجع الفعل اصلا، تشيل زيادات، ما تقولوش هاد ولا هاز ولا الكلام الفاضي ده كله. نقط داز احمد اند مروه هاف تو مور انتو ان يو هاوس. احمد ومروه دول فعل، دول جمع، يبقى يعني ذي الضمير بتاعهم ذي اللي هو ذي، هي ذي يا مس يا قمر، بتاخد دو ولا داز؟ رد يا ابني داز. عارفه يا حبايبي؟ تمام، يبقى دو. ارجو محدش يزهق من خفية دمين. كود منى كوك، طبعا كود دي برضو مصفى بترجع الفعل الاصلي، الحمد لله المصافي كتير، الراجل بتاع البلاستيك يعني. فطبعا كود منى كوك بترجع الفعل الايه لاصله. سوشيال ميديا ان اور لايف هاز ذا سيم مينينج اوف كليك، هاز ذا سيم مينينج از، يعني كلمه كليك دي نفس المعنى بتاع كلمه كليك. كويك هاز، كويك كلمة كويك اللي هو معنى سريع، نفس معنى كلمة the same meaning. same meaning يعني نفس المعنى. as fast نفس معنى كلمة fast. the suffix changes the verb. suffix اللي هو احنا قلنا 100 مرة قبل كده لاحق، والله ما وريش حاجة غير لاحق لاحق لاحق. changes the verb create into an adjective، الفعل اللي اسمه create اللي هو يبدع، خلته adjective اللي هو مبدع اللي هو عيل معدي يعني creative، خد بالك اللي هو العيل اللي هو بيبقى creative في نفسه كده. is antonym of ignore. ignore يعني يتجاهل، عكسها كلمة طبعا يجاوب ويهتم ويدي اهتمام كده ويظبط، اللي هو request او respond. لا طبعا respond يعني respond يعني يرد، غير انه يتجاهل. طبعا antonym يعني عكس، request يطلب او يستفسر، rewrite يعيد كتابة، وريديال اللي هو ريديال اللي هو مادة الريديال. تمام، يبقى طبعا respond. they refused هم رفضوا to not me in their team to include يعني يتضمن، يعني هم رفضوا ان هم يحطوني اسم الله في الفريق بتاعهم، عادي اروح فريق تاني. لكن بلان يخطط، اوفر يطلب، وشير اللي هو يتشارك. احمد هاز
هاز دي يا جماعة الخير عايزة فعل في الباست بارتيسيبل تنس او التصريف الاخير اللي هو وان، بس اوريدي وان. يعني كل الحكاية ان انت هتجيب اوريدي الاول، لان اوريدي بتبقى محشورة كده ما بين الفيرب، ويعني مثلا هاز، هاز مفيش اي حاجة، هاز زائد اوريدي وبعدين يحط لك البي. بي ليه يا عم؟ يقول هو كده يا بتحب تبقى لها شخصيتها في البتاع. she hasn't نقط had، هاد التصريف الثالث، hasn't had ده ماضي، سوري ده مضارع تام، اللي هو برضو على فكرة ما غلطتش لما قلت ماضي، لان هو ماضي بس عامل نفسه مضارع. what does she، ماذا ماذا هي فعلت يعني، او يجب ان تفعل، must to do، لا should، سوري على فكرة تنفع شد بس لو مفيش تو. هو حاطط لي هنا ايه زمارة كده اسمها تو، كل ما اقول شد تو، طب ماست لا تو، ما فيش حاجة اسمها ماست تو ولا شد تو، الزمارة دي تو دي مفيش تو. طب نعمل ايه؟ هاف تو، هاف تو مش هاز تو يا مس، يا ابني هاز تو ايه بس يا ابني، ده فعل يا ابني، ده سؤال يا حبيبي، بترجع الفعل الاصل في ايه يا حبيبي؟ وات داز ماست، وات داز هاف، وات داز شي هاف تو دو. ما ينفعش طالما الاخت نضز دي عامله شبه المصفى، بترجع الفعل اصلا، تشيل زيادات، ما تقولوش هاد ولا هاز ولا الكلام الفاضي ده كله. نقط does احمد اند مروه هاف تو مور انتو ان يو هاوس، احمد ومروه دول فعل، دول جمع، يبقى يعني they، الضمير بتاعهم they اللي هو they، هي they يا مس يا قمر بتاخد دو ولا does؟ رد يا ابني does. عارفه يا حبايبي، تمام، يبقى دو. ارجو محدش يزهق من خفية دمي، هعمل ايه؟ خلقة ربنا. كود منى كوك، طبعا كود دي برضو مصفى بترجع الفعل الاصلي، الحمد لله المصافي كتير، الراجل بتاع البلاستيك يعني. فطبعا كود منى كوك بترجع الفعل الايه؟ لاصلها. سوشيال ميديا ان اور لايف، السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي اهميتها في حياتنا، فانا هكتب بسرعه بس خط واضح. It's important to talk about social media، يعني مهم جدا ان احنا نتكلم عن السوشيال ميديا، اللي هي which lighting، اللي هي بتنور او بتوضح او بتعمل focus and spread وبتنشر to social networking، اللي هي بتنشر كل حاجة على الاماكن networking. يعني it's considered، يعني هي بتعتبر the latest development، اعلى حاجة في ال، انا عدلت ان تي ديت اون ذا انترنت، يعني يعني اوصل حاجه وصلنا لها دلوقتي في الانترنت. ات فاسيليتز، وهي بتسهل الكرييتيف الابداع اند اكسشينجينج والتغيير اوف انفورميشن، يعني بتسهل الابداع والتغيير في الايه، في المعلومات، نتبادل اكسشينجينج information، يعني تبادل معلومات، ideas، افكار، professional skills اللي هي الخبرات الحياتية الخاصة and other forms، وكمان المعلومات الجديدة والحاجات دي كلها، expressions التعبيرات، other forms expressions يعني التعبيرات الجديدة اللي هي صبح يا اسطى والكلام، through virtual networking يعني من خلال النت الفيرتيكال اللي هو المتنوع. it takes many forms including، وهي بتاخد اشكال متعدده زي الماجازينز والانترنت، انترنت فورمولز اللي هي الفورمولز كله، فيسبوك وتويتر والحاجات دي كده، والسوشيال بلوجز، وكمان المايكرو بلوجينج اللي هو والفوتوز والفيديوز، والفاينالي كنت هقول فاينالي يعني اخيرا، وبعدين قلت لا طب نقول سوشيال ماركتنج، السوشيال ماركتنج اللي هو كمان التسوق من خلال الانترنت. as we know، كما نعرف، الجمله اللي بحبها قوي او التعبير ده، سوشيال ميديا از يوسفول اند نيسيسري، يعني مهمه جدا وضروريه.